طيب، فاول كود بنحكي عن كيف ممكن نعمل كرييشن لتو ثريدز في هاي الحاله، مثلا ثريد 1 وثريد 2، وكل ثريد من هاي الثريدز بدي اعمل له فانكشن يروح ينفذه، وفي الاخر في المين اطبع نواتج هاي الفانكشنز او الشيء النهائي اللي صفى من هاي التو فانكشنز. تمام، اول شيء كمان نحكي عن اي شيء لازم نتفق على شغله، انه كل ثريد بعمله، كل ثريد مش زي البروسيسز، كل ثريد لازم اربطه بفانكشن. تمام، فمثلا هاي ثريد 1 في عمليه الكرييشن لهذا الثريد لازم اربطه بفانكشن، وهذا الفانكشن بصير بس خاص في هذا ثريد 1. ممكن احط اكثر من ثريد على نفس الفانكشن، هلا بنحكي عنها قدام شوي. فبعمل بي ثريد كرييت، بحط ثريد 1 هاي انا كيف البروسيس اي دي، هاي بتصير تحتوي البروسيس اي دي بعد ما تنعمل عمليه الكرييشن، فبصير ثريد اي دي مخزن في هذا الفاريبل، هو من نوع بي ثريد تي نفسه، هو من نوع لونج يعني. طيب ثاني بارامتر بنحط اسم الفانكشن اللي بدي يتنفذ تحت هذا الثريد اللي اسمه ثريد 1، فباجي بحكي بدي ثريد 1 ينفذ هذا الفانكشن اللي هو مثلا دو 1 ثينج اسمه. البارامتر الاخير بحكي لي شو البارامتر اللي انا بدي ادخلها على هذا الفانكشن اللي اسمه دو 1 ثينج. تمام، انتبهوا انه اسم الفانكشن لازم تعملوا له كاستنج بفويد بوينتر، هيك هيك الهيدر بحكي لي اسم الفانكشن بنعمل كاستنج بفويد بوينتر، حتى لو هذا من نوع فويد بوينتر يعني اسم الفانكشن لازم تعملوا له كاستنج، وكمان الانبوت على الفانكشن برضه لازم ينعمل له كاستنج از فويد بوينتر. تمام، في حاله انه هذا مش فويد بوينتر، في الحاله مثلا هذا انتجر بوينتر، فلازم اعمل كاستنج لفويد بوينتر وبعدين بقدر اتعامل معه از انتجر بوينتر في هاي الحاله. تمام، فهذا السطر كله اعمل لي كرييشن لثريد والريفرنس تاعها، بعد هذا السطر هيصير ثريد 1. تمام، طيب بدي اعمل كمان ثريد، فبحكي بي ثريد كرييت لثريد 2، بعطيها فانكشن سميته دو انذر ثينج، وبدي اسلمها بار او بدي اسلمها بارامتر ثاني اسمه ار2. هيو ار2، ممكن في حد يحكي لي طب ما هنا ار1 وار2 جلوبال فاريبلز، طب ليش بدك تمررهم للفانكشن؟ بحكي لك معك حق، يعني في حاله انهم كانوا جلوبال فاريبلز مش شرط امررهم از بارامتر، بس في هاي المره عشان افرجيكم كيف تمرروا، يعني ممكن في لها معنى اكثر لو هذول الاثنين تو فاريبلز موجودين هون. تمام، طيب فهيك بتقدر تمرر لوكال او جلوبال فاريبلز، وعاده نحن بنمرر لوكال فاريبلز موجوده جوا المين، بنمررها للفانكشن هذا. فاول ما مررته ار1 هون ثريد 1 ببلش يشتغل، البارامتر ار1 بتنتسخ على هذا البوينتر اللي اسمه نمبر اوف تايمز مثلا نسميه انا، فجوا هذا الكود بنسخ قيمه ار على هذا الفاريبل، وهذا الفاريبل ببلش في الكود. مثلا في الكود عندنا بس نعمل فور لوب اربع مرات، كل مرة بس نطبع هاي الجملة، هذول بس هاي اللوب اللي ألف مرة بس على أساس تساوي شوي ديلي يعني مش أكثر. تمام، فبس هاي الحركة بدنا نسويها، نطبع do one thing مثلا أربع مرات في هاي الحالة. طيب الكرييشن للثريد الثاني سميته do another thing، فdo another thing هذا الفانكشن نفس العملية بس بده يطبع لي doing another مثلا بدل do one thing، فبدي يطبع لي اربع مرات هاي الستيتمنت، فبس على اساس انه يفرجيني اني طبقت هذا الكود، وبعدين في الاخر بعد ما عملت كرييشن لهذول الاثنين هلا بنطبقها ونتبعها. حبيت اطبع هون الثريد بي ثريد تي اي دي، يعني الاي دي تاع الثريد الاول والثريد الثاني على اساس نشوف كيف منظر بكون. بعدين في فانكشن ثالث مهم اللي هو بي ثريد جوين، هذا بي ثريد جوين تعطوه رقم الثريد وبيضلوا بلوكينج، بيضلوا يستنى لحد ما هذا الثريد تخلص، واول ما الثريد تخلص بقدر اكمل الكود. تمام، في هاي الحاله هاي البارامتر النل بقدر ما احطهاش نل، بقدر احطها زي ريفرنس يصير يخزن شو اللي راجع من الفانكشن، في هاي الحاله راجع فويد ففيش شيء راجع، بحطيتها نل يعني، بس لو كان في شيء ريتيرن مثلا انتجر بوينتر او شيء فبقدر اخزن الريتيرن فاليو في مكان ما، بنشوفها طبعا لاحقا في الكود اللي لاحق. بس يعني مبدئيا هون بس بتعمل لي استنى على ما ثريد 1 تخلص، استنى على ما ثريد 2 تخلص، وبعدين بنادي هذا الفانكشن، هذا الفانكشن بتنادى
بعد ما اضمن انه ثريد 1 وثريد 2 خلصوا. تمام، فهذا الفانكشن اسمه مثلا راب اب، بس بيطبع لي شويه اشياء، يعني بس بيطبع لي فاريبلز بتاكد انه كل واحد كم مشى مر. تمام، على كم نسوي له ران بدي اشوف لو في حد عنده اي شيء. هلا بالنسبه للاكسكيوشن، انا فعليا اول ما عملت بي ثريد كرييت، انا كاني حررت ثريد 1 وحكيت له يلا امشي، فبروح على هذا الفانكشن وبلش يمشي. اول ما عملت هاي الجمله برضه نفس الشيء، وكاني حكيت للثريد الثاني يلا بلش شغلك، فبروح على هذا الفانكشن بلش شغله، فهم مع بعض بيمشوا. تمام، والسي بي يو طبعا بقسم بيعمل سكادجولينج بين هذول التو جوبز، وكاني فاتح تو تابس في البراوزر مثلا، فاثنين ماشيين مع بعض بيشتغلوا اثنين بس في نفس الوقت، وكل واحد طبعا بياخذ جزء من السي بي يو. تمام، فعشان هيك السؤال اللي بسالكم اياه كمان عمل ران، شو بتتوقعوا عمليه الطباعه هاي؟ اوكي بدنا نشوف. ليش بي ثريد جوين؟ تخيل انه ثريد 1 مثلا بدها اعطيتها اري وبدها تجمع لي اياه وتجهز لي ناتج الجمع على مثلا على ار 1 فرضا، وبعدين بدي اطبع المجموع تاع هاي الاري. فاذا بعملش بي ثريد جوين هون بضمنش انه لما اوصل لهذا الفانكشن تكون مخلص مجموع مخلص جمع للاري، ممكن لسه الساعه في نص الاري وبجمع اللي هو هون. فاذا بدي اضمن انه خلص الثريد خلص العمليه الفانكشن خلص 100% لازم احط بي ثريد جوين، عدا ذلك بجوز يوصل هذا وهو لسه مش جامع الاري كامله، فاروح اطبع ار 1 يطبع لي اياها ناقصه. تمام، سؤال صغير بس. لما تنادي على البي ثريد جوين لثريد 1، هل ثريد 2 بتوقف على اساس تخلص ثريد 1 ولا بتضل ماشي؟ لا 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 لا، اثنين بيمشوا في سباق، انا بس في الاخر بس حطيت ايدي استنى ثريد 1 يخلص بغض النظر يعني ثريد 2. تأثرش على الثريد 2 يعني؟ لا لا، ولا لهم علاقه ببعض، كيف البروسيسز كل واحد بيشتغل لحاله نفس الشيء. بس ممكن مثلا تحكي انه طب لو ثريد 2 خلص وانا قاعد بستنى في ثريد 1 شو اللي بده يصير؟ فعليا بضلني استنى هون، حتى لو ثريد 2 خلص بضل استنى، انا بستنى بس في ثريد 1 ماليش خاص في ثريد 2. فاول ما يخلص ثريد 1 بمشي بحكي بدي استنى ثريد 2، طب ما هو ثريد 2 خلص من قبل فيش مشكله خلص بوقف، يعني هان بستناش ولا ثانيه بضل ماشي على طول. تمام، فلو خلص من قبل مش مشكله، بضل محتفظ في الداتا تاعته لحد ما اجي اعمل له جوين. تمام تمام تمام، وبعدين بعمل مثلا عملت هذا الدور اب على اساس انه افرجيكم انه بعد ما عملت ثريدز اعطيتهم مهمه ضمنت انهم خلصوا هاي المهمه، وبعدين بدي مثلا ابعث نادي فانكشن هذا بيعطيني سمري لكل الاشياء اللي صارت فرضا. يعني مش مهم الفاريبلز اللي هون، مش مهم اللوجيك، المهم بس تعرفوا كيف بتنفذوا. ومهم انكم هلا بدنا نناقش هذا السؤال انه طب خليت اثنين يبلشوا كل واحد يطبع هاي الجمله او هاي الجمله اربع مرات، طب حد بيحكي لي كيف السيكونس اللي هينطبعوا؟ يعني هاي هينطبع اربع مرات بعدين هاي ولا كيف؟ انا بلشت ناديت على ثريد 1 في الاول. يعني هل حد بيقدر يحزر السيكونس؟ طب لو سالت سؤال ادق، هل بتضمنوا بما اننا سويت كرييشن لثريد 1 اول، هل بتضمنوا ان مش هذا الفانكشن، هل تضمن ان هاي تنطبع في الاول بعدين بتنطبع هاي اول مره؟ يعني بحكي بما ان هاي نعملها كرييشن اول، فهل بتضمن ان اول ايتريشن تتنفذ قبل ما تتنفذ هاي اول ايتريشن؟ حد بيقدر يضمن؟ للاسف انه لا، برضه حتى اول ايتريشن ما بضمنها، وحتى لو هان في ديلي اكمل مايكرو سكند او اكمل برضه بضمنش 100%، لانه ممكن خليت ثريد 1 تشتغل والسي بي يو ما اعطاهاش وقت او ما اعطاهاش تايم انها تشتغل هذا الشيء مباشره. اول ما عملت ثريد 2 اعطاها وقت السي بي يو، فراحت ثريد 2 طبعا دو انذر ثينك تطبع ثريد 1 البرنت اف بتاعتها. فيش حد بحكي لي بضمن شيء. تمام 100%. طيب هلا الدليل طبعا اللي نحكيه، هلا بنحاول نساوي رن ثلاث اربع مرات ونشوف انه مرات الاربع مرات تاعت هاي بعدين تيجي الاربع مرات تاعت هاي، مرات بنخلطن ما بتضمنوش. يعني حتى احكي لكم شيء، مرات حتى هذول، يعني هذول شايفين البرنت اف جاي بعد الكرييشن للثريد،
برضو هدول البرنت اف بضمنش وين تكون قبل هاي وهاي ولا بعد واحدة منهم ولا بعد تو اتريشنز ولا بعد تريت بضمنش لانه هاي المين بروسيس برضو ماشية فبضمنش السي بي يو يعطي هاي اولوية عن هدول او العكس تمام فنعمل رن هاي مثلا نعمل كومبايل انتبهوا دائما في اي شيء بيستخدم البي ثريد دائما لازم تحطوا هاي اللايبراري داش ال بي ثريد هاي اللايبراري مهمه لانها هي بتحتوي كل الفانكشنز تاعون الثريدز يعني مثلا بي ثريد كرييت بي ثريد جوين كلهم جوا هاي اللايبراري اسمها داش ال بي ثريد فانتبهوا دائما في الكومبايل تسووها لانه لو واحد نسي يعني تخيلوا هيك نسينا بعطيكم انه في مشكله في هاي وهاي وهاي لانه هذول مش معرفين عنده تمام لازم اعمل انكلود لهاي اللايبراري بعدين بدي اعمل مثلا بيثريد كرييت شوفوا عملت بيثريد كرييت فاللي طبع في هاي الحاله طبع الثريد رقم الثريد الاول رقم الثريد الثاني وراح طبع هذول شوفوا كل واحد مره one thing يعني هذا بعدين another thing one thing another thing في الاخر طبع للراب اب يزن مش متاكد ان اسمها bthread.h بق هي موجوده هي بس هاي بتزبطش ان يعني لازم في عمليه الكومبايل تحط هاي اللايبرري الهيدر اللي في الكود ما بكفي تمام بعرفش اذا ممكن تدور على بديل لهاي وتيجي تحطها زي انكلود ويغني عن هاي الاوبشن ممكن بس ما مش متاكد يعني بس مش هي مش مش bthread.h يعني مش هاي لانها موجوده هاي تمام فممكن تلاقي بديل يعني بس انه هاي اوبشن من الاوبشنز السريعه طيب لو عملت كمان مره رن حد بضمن انه هيك تكون السيكونس لا شوف هاي عملت كمان مره رن شوف طبع دو وان ثينج اللي هي هاي اول اتريشن قبل ما يطبع هذول الثنتين فطبع هذول الثنتين هل حد بضمن هذول الثنتين ورا بعض لا برضه لانه ممكن يطبع واحده بعدين الثانيه خلينا نجرب شايفين One thing, another thing, one thing, another thing, one thing, بعدين طبع هاي، بعدين كمل، بعدين طبع الثاني. ففيش إشي بيضمن لي السيكونس. شوفوا هاي طبعاً الأربعة تاعت الـ one thing، بعدين الأربعة تاعت الـ another thing. فالسي بي يو كل مرة بعطي أولوية أو الأوبريتنج سيستم كل مرة بعطي أولوية لحد على الثاني. في معظم الحالات شفنا إنه one thing يمكن طبع قبل another thing، بس شوفوا في هاي الحالة مثلاً طبع الـ another thing قبل. ففي معظم الحالات هاي هتنطبع قبل لانها نعملها كريشن قبل بس برضه مش شيء بيضمن لي يعني او بزبطش اني اشتغل على شيء فيه احتمالات لازم اروح على شيء انا ضامن 100% كيف بدي امشي الكود بس الشيء الوحيد اللي ضامنه انه الراب اب هاي لازم تنطبع اخر شيء هذا الشيء الوحيد اللي ضامنه في كل هذا الكود ليش؟ لانه الراب اب ناديتها بعد ما خلص بي 3 جوين للاول بي 3 جوين للثاني فانا خلصت التو ثريدز اكدت انهم عملوا تيرمينيشن كامل بعدين نديت هذا الفانكشن ففي هاي الحاله انا الدو راب اب هاي انطبعت بعد ما خلصوا اثنين وتاكدت انهم خلصوا فلو مثلا اثنين عمالهم بيجمعوا لي في اري اعطيت كل واحد نص وبده يجمعوا لي النص الاول والنص الثاني فبتاكد هيك انهم خلصوا من البي ثريد جوين بعدين بطبع المجموع تاعت الاري فرضا تمام في حد عنده اي مشكله هون في هذا الكود فهذا الكود مهم لانه بفرجيني كيف نعمل كرييشن للثريد كيف نربط هذا الثريد في فانكشن وكيف نتعامل جوا الفانكشن مع هذا الثريد هلا الكود الجاي هنحكي كيف انه مثلا انا حكيت لي بدي تجمع لي اريت طب كيف بدي ارجع الناتج من هذا مش يكون فويد يعني يكون يرجع لي رقم بدل ما انا اتعامل مع جلوبال فاريبلز وبس فنحكي عنها كمان شوي في حد عنده اي استفسار او مشكله في اللي بنحكي ايهم اسهل طريقه كوميونيكيشن بين ثريدز حط جلوبال فاريبل اثنين بيحكوا مع نفس الجلوبال فاريبل بصيروا بس اذا قصدك على التكنيكس اللي اخذناها قبل طبعا لانه كل ثريد هو جزء من البروسيس فيعني ممكن تستخدم اي شيء ثاني بس ممكن لانهم فيه بينهم كوميونيكيشن سريع انه هو مثلا تحط جلوبال فاريبل ما فيش داعي انكم يعني انك تروح على اشياء كومبلكس اكثر
الا اذا مثلا بدك تبعث مسج تتاكد زي مثلا مسج كيو او فيفو او غيره ممكن يعني فيش حد بيقول لك لا. طيب الكود الثاني بحكي لي نفس الكود الاول بس هالمره بدي احمي كريتيكال سيكشن او بدي احمي شيء شيرد بين هذول التو ثريدز. خلينا نشوف في عندي تو ثريدز ثريد 1 ثريد 2 وعملت كرييشن للاول كرييشن للثاني بنفس الطريقه اللي اخذناها قبل شوي عملت جون لاثنين وعملت راب اب نفس الشيء تماما انا مش حاسس انه شيء تغير. وين اللي تغير؟ اللي تغير انه صح بده يطبع اربع مرات اذا بتشوفوا هاي اللي بتطبع اربع مرات انسوكم من اللوجيك الثاني يعني مثلا هاي اللوب بس على اساس تساوي شوي ديلي بينهم يعني مش يكونوا تقدر تشيلوها يعني عادي تمام مش يكونوا بالضبط في نفس اللحظه ممكن تعمل شوي ديلي بس يعني مش مهمه. اللي بيهمني هون في هذا في كل هذا الفانكشن اول شيء الفور لوب اللي بتطبع اربع مرات دو وان ثينج وثانيا والاهم في هذا الكود انه اذا بتلاحظوا اني بدي اعمل ار 3 بلس بلس اللي هو ار 3 جلوبال فاريبل وفي الانذر ثينج الفانكشن الثاني اللي بيهمني انه هيعمل ار 3 ماينس ماينس طبعا هيضل يطبع زي قبل. فهون شو المشكله اللي بتصير انه ار 3 هذا اللي بيعملها بلس بلس وماينس ماينس هو بيعمل له جلوبال فاريبل واحنا الجلوبال فاريبل عندنا مشكله فيها في المالتي تريدنج لانها هاي شيرد وممنوع اثنين يعدلوا عليها بنفس اللحظه يحاولوا يكتبوا عليها بنفس اللحظه. فعشان هيك بلزمني شيء اني احمي هاي ار 3 احميها بطريقه اني ما اخليش اثنين يعملوا لها اكسس بنفس اللحظه لان الاثنين عملوا لها اكسس نفس اللحظه واحد عمل بلس بلس واحد ماينس ماينس ممكن في لحظه انه الانستراكشنز تدخل ببعض لانه بلس بلس وماينس ماينس تتحول لانستراكشن فممكن تدخل ببعض ويصير الناتج غريب عجيب يعني يصير في مشكله كونفليكت في الشيء المكتوب. فعشان هيك طبعا زي فكره الشيرد ميموري بالضبط هيك بصير. فشو بدنا نستخدم؟ بدنا نستخدم شيء بس يعمل لوك لهي المنطقه اللي بتكتب على ار 3. طبعا بما فيها اي شيء بيتعامل مع ار 3 حتى كقراءه لانه زي ما اتفقنا قبل انه بزبطش اعمل قراءه وحدا ثاني يكتب لانه ممكن اثناء الكتابه برضه نفس الشيء انه يكون لسه في نص عمليه الكتابه اللي انا بقرا في القيمه فممكن اقراها بطريقه غلط. عشان هيك بحمي كل الكود اللي بيتعامل مع ار 3 سواء قراءه او كتابه. كيف بدي احميه؟ اما بتستخدم السيما فور الهيدر اللي اخذناه من قبل وبتحطه فيه اذا بتتذكر اوبشن كان بين تو بروسيسز او بين يعني بين البروسيسز او في نفس البروسيس وحكينا بنفس البروسيس ناخذ بعدين كيف اللي هي بنفس البروسيس هي نفسها المالتي تريدنج يعني اني بدي اعمل سيما فور بين ثريدز او الطريقه الاسرع في حاله الثريدز باجي معمل ميوتكس. الميوتكس تماما زي اللي اخذناه من قبل زي السيما فور بس في له تو فاليوز يا اما صفر يا اما واحد وهذا الميوتكس بس بستخدمه لسبب واحد انه والله بدي احمي هاي المنطقه من انه يعملها اكسس اثنين مع بعض بس هاي الفائده الوحيده. فعاده بعملها انيشاليزيشن هذا البي ثريد ميوتكس انيشاليزر هذا بعملها انيشاليزيشن بواحد يعني بس بيجي بحطها واحد. فبعدين لو عملت بي ثريد ميوتكس لوك فعليا بصير يستنى هل هي اكبر من صفر فهي حاله اكبر من صفر زي السيمافور تماما. كيف الويت والبوست هاي ويت اللوك ويت والانلوك بوست فبيعمل ويت فهان بيجي بيستنى هل هي اكبر من صفر فبيجي بيدخل على السكشن اللي جوا بس بيعمل قيمتها صفر تمام. لو بعد هيك جاء الثريد الثاني يحاول يعمل ويت عليها فبلاقي قيمتها صفر فبضل موقف يعمل بلوكينج لحد ما هذا يخلص يعمل انلوك. وين ده بيعمل انلوك؟ لما يخلص كتابه على ار 3 فبيعمل انلوك بحرر هاي الميوتكس فبترجع قيمه الميوتكس واحد مثلا في هاي الحاله وبعدين ها اذا هي واحد فممكن هذا يستلمها وممكن اذا هذا بده يرد يرجع بس في هاي الحاله فيش رجوع بس لو بده يرجع ممكن يرد هذا ياخذها كمان مره فبضمنش انه كل واحد مره او يعني كل واحد مره في هاي الحاله تمام. الشيء الوحيد اللي ضمنته من خلال الميوتكس اللي حوالين الار 3 انه مستحيل ار 3 ينعملها اكسس هون وينعملها اكسس هون بنفس اللحظه زي هي اذا بسموها باينري سيمافور لان هي بتاخذ قيمه صفر يا واحد. فاذا عندي مالتي ثريدز وبدي اضمن انه ما يصيرش عندي كونفليكت في الكتابه على الميموري ففي هذه الحاله اسهل شيء بعمل فاريبل من نوع ميوتكس وبعمل لوك ان لوك في المكان الشيرد وخلاص. شوفوا اسهل حتى من كل من السيمافور بكثير. طيب
فهي هي الفكرة يعني إنه حميت R3 من إنهم يعملها أكسس. طب لو حد ما عملش هاي يعني ما عملش في هاي الحالة ميوتكس، حد بيعرف شو ممكن يصير؟ يعني هل حد بضمن إنه R3 تصير قيمتها مثلا فرضا تصير تزيد 1-1 أو تنقص 1-1؟ الجواب لا، ممكن تكون قيمتها 10 تصير قيمتها سالب مليون، بعرفش لأنه الانستركشنز ممكن تدخل ببعض فبتصير R3 فيها قيمة مش مفهومة. تمام، فانتبهوا دائما انه في الامتحان طبعا نحكي لكم مش انه لازم تحموا هاي المكان في ميوتكس، بس لازم انتم تعرفوا خلاص انه مالتي ثريدنجز جلوبال فاريبل لازم احميه في ميوتكس في المجال. تمام، فهذا الشيء بيكون مثلا عليه ويت من العلامة، ومرات لو ما حميتوش شيء وعملتوا ران مش هتظهر لكم الكيس اللي تتداخل الانستركشنز تاعون هذا مع هذا، فبتحسوا ان الشيء صح بس طبعا بيكون عليه ويت معين انه لازم استخدمته في هاي الحاله ميوتكس. تمام، زي فكره الشيرد ميموري تماما. فبس هاي الفكره، ولو عملنا ران طبعا نفس الشيء، هاي طبعا نفس اللي قبل تماما، اللهم بس هاي فكره انه حميت الكريتيكال سيكشن مش اكثر، يعني فيش شيء جديد في الكود الا اني حميت الكريتيكال سيكشن، فبطبع نفس اللي شفناه قبل شوي تماما، ما فيش اي فرق. تمام، في حد عنده استفسار او مش فاهم هذا الكود؟ لو حد عنده اي شيء ممكن يحكي. طيب هلا بعد ما عرفنا كيف نعمل كرييشن للثريد، بعد ما عملنا ما عرفنا كيف انه اذا تو ثريدز متكاتلين على نفس الجلوبال فاريبل كيف نفصل بينهم حيث انه كل واحد يعمل اكسس مره، او كل واحد يعمل اكسس او واحد يعمل اكسس ات تايم لهاي الجلوبال فاريبل، بدنا نشوف الشيء الثالث انه طب لو عندي انا ثريد وهي ثريد استلمت فانكشن، هالفانكشن بده يرجع لي فاليو، بده يرجع لي قيمه، زي مثلا اعطي اري ويرجع لي المجموع، يعمل لي ريتيرن في المجموع على المين، فكيف ممكن اعمل هاي الحركه؟ لانه قبل كانت الطريقه الاولى الاسهل والاسرع انه احسب المجموع وراح احطه في جلوبال فاريبل، فهي الجلوبال فاريبل الامور فيها سهله انه بس من المين بروسيس بروح بساوي تشيك على هاي الجلوبال فاريبل بتاكد شو قيمتها وخلص. بس هالمره بدنا نحاول نرجع قيمه، تمام، نحاول نرجع بس هيك فاليو يعني. طيب فكيف ممكن نعمل هيك يعني هاي الحركه؟ خلينا نشوف. اول شيء في المين عندي مثلا ثريد، وفي عندي من نوع void pointer ايش اسمه status، بس هذا status زي هلا يرجع لي بس ال return value اللي بدها ترجع من الفانكشن، ترجع لي هذا المتغير. وهون بده يطلب يبدو من اليوزر argument، بده يدخل argument، فاذا ما كانش اليوزر يدخل argument بده يطبع له هاي الجمله you must مثلا supply an integer argument. وبعدين بده يعمل r بتساوي اتوي للارج في الواحد، هاي اكيد ذكرتوها من الاشياء اللي فاتت انه ارج في الواحد هي بتمثل الارجمنت اللي دخلها اليوزر، بس تعال معها از انتجر، فرحت عملت اتوي لهاي الارج في الواحد حطيتها بار. تمام، هلا بعد هيك عملت كرييشن للثريد، وهذا الثريد بده ينفذ الروتين اكس، هذا اسمه روتين اكس. هالمره ما حطيتش void pointer، void pointer ليش؟ لانه اذا بتنتبهوا الارجيومنت تاعت هذا الفانكشن هي من نوع void pointer، فمش داعي نعمل كاستنج لانها اصلا هي void pointer. فالارجيومنت تاعت البرنامج void pointer، طب بجوز ما اعرفش استعملته من قبل مع void pointer ولا لا، بس شو يعني void pointer؟ هل معناه انه بديش ياخذ شيء او بديش يرجع شيء، ولا فيها معنى ثاني؟ هاي ممكن الاشياء اللي مرات الواحد بيخربش فيها، انه الفويد بوينتر في هاي الحاله مش معناها انه مثلا ولا شيء زي ما كنا ناخذ في السي او مستوى سي. الفويد بوينتر كيف الاوبجكت في الجافا انه زي شيء اكبر من الانتجرز واكبر من الفلوت واكبر من استراكت، اكبر من كل شيء او بيشمل كل شيء، فبقدر من خلال هذا الفويد بوينتر اعمل كاستنج على اي شيء بدي اياه، فهذا وكانه تايب جينيريك تايب. فبعد ما استلمت r مثلا as void pointer اللي هي r integer value، رحت وديتها على void pointer، فالvoid pointer بيستلمها، بيستلم الريفرنس تاعها، بعدين بيجي في اي لحظه في الكود بقدر اسوي هالحركه،
انتجر، بعرف اي انتجر بوينتر، وبعمل له بين اقواس كاستنج على انتجر بوينتر لهذا الارجيومنت. تمام؟ فممكن اعمل هاي الحركه. طب شو البديل عن كل هذا الحكي؟ نروح نحط هون اد يعني هيك void pointer زي اول مثال يعني، وهذا حطوه integer pointer عادي. فممكن تعملوا هيك او تعملوا void pointer بدون هاي الكاستنج وتعملوا الكاستنج جوا الفانكشن، اللي بريحكم يعني ما يفرقش. تمام يا جماعه؟ طيب فهيك عملت هاي الثريد، اعطيتها لهذا الفانكشن. هذا الفانكشن شو بدي اعمل؟ شوف شو بدي اعمل. اف هذا البوينتر، طبعا دائما اذا بدي اشوف الفاليو تاعت البوينتر بحط نجمه هاي، فهي معناها اذا الفاليو اللي بتاشر عليها البوينتر ارج في، طب هي شو بتاشر على البوينت على الفاليو اللي بتاشر عليها هاي؟ طب هاي شو بتاشر؟ ماخذ الادرس لار. فاذا الفاليو تاعت ار اكبر اقل من صفر، بدي اعمل بثريد اكزت ورجع هذا المتغير ريال باد ايرور مثلا. فهي شو معناها؟ معناها اذا الارجمنت اللي دخلها اليوزر اقل من صفر، بدي اعمل بثريد اكزت. هاي طريقه في اني اعمل ريتيرن. فهي نفسها اما بتحطه هيك او بتحطه ريتيرن او اما هاي او هاي، نفس الشيء تماما نفس المعنى. فبس هذا المثال اللي بفرجيكم انه يا بتعملوا تيرمينيشن لهاي الثريد عن طريق بثريد اكزت او بتعملوا عن طريق ريتيرن، ولا في اي فرق بينهم. طيب فهيك رجعت له وحطيت له الادرس لريال باد ايرور. شو الريال باد ايرور هاي؟ فيها قيمه 12، فكاني بدي ارجع على المين قيمه 12. تمام؟ او يعني زي بوينتر على هاي الفاريبل اللي فيها 12. طيب عدا ذلك لو كانت الارجيومنت صفر، بدي ارجع الادرس لنورمال ايرور. نورمال ايرور في 10 مثلا. عدا ذلك بدي ارجع سكسس وهذا الفاريبل فيه 1، فبدي ارجع بوينتر على واحد من هذول الثري فاريبلز. تمام؟ فطب كيف بدي القط هاي الفاريبل في المين بروسيس؟ شوفوا كيف نعمل بثريد جوين، نحط نستنى هاي الثريد تتخلص. وهالمره بدناش نحط نل زي اول كود، هالمره بدنا نحط ادرس ل ستاتس بي. ستاتس بي بنعرفها دائما من نوع void pointer. فعرفت ستاتس بي من نوع void pointer، فانا اللي راجع لي اصلا هون في هاي الحاله واحد من هذول الثلاث اللي هو اصلا معمول له كاستنج على void pointer، لان الفانكشن برجع void pointer. فبعد هاي الحركه بصير ستاتس بي هاي وكانه pointer، بصير يأشر لي او يصير يعبر لي عن الداتا الموجوده اللي رجعها الفانكشن. فيعني مثلا شوفوا، طبعا هاي كونديشن لو صار اكزت للثريد اثناء الرن مش حتصير يعني عاده، بس هاي المهمه مش هاي. لو ما صارش انه مشكله في الثريد اثناء الرننج، بعمل ستيتس اللي رجعتها انت هي، بحط كاستنج لهاي ستيتس بي از انتجر بوينتر. فهيك صفت بدل void pointer integer pointer. بس انا بدي الفاليو تاعتها، مش بدي البوينتر، بدي الفاليو تاعتها. فباجي بعمل هاي النجمه، فهي النجمه اعطيني الفاليو اللي بتاشر عليها هذا الانتجر بوينتر. فشو الفاليو اللي بتاشر عليها هذا الانتجر بوينتر؟ يا اما هاي يا اما هاي يا اما هاي. شو قيمهم؟ 10 12 و1. تمام؟ فالكود هذا يا اما طبعا 10 يا اما 12 يا اما 1، حسب شو اليوزر بدخل. فبدخل هاي القيمه، هاي القيمة بروح بمرها للفانكشن، الفانكشن بيعمل تشيك اما اقل من صفر او تساوي صفر او اكبر من صفر، فكل مرة بطبع ستيتس كود مختلف. تمام؟ فهي طريقة بسيطة كيف ممكن الفانكشن يرجع. عادة بحس انه ثريدز لو بدكم فاليو ممكن تحطوها بجلوبال فاريبل وخلص، تعملوا اكسس لهي الجلوبال فاريبل من البيرنت بروسيس. يعني مش حد بيحكي لكم هاي صح وهي غلط، بس الفكرة تكون عارفين ممكن في سيتويشنز معينة تكون ضروري هاي الطريقة مثلا. طيب خلينا نعمل run وبعدها نسألكم سؤال. bthread exit. bthread exit لو عملت هيك بعطيني لا في مشكلة، لأنه لازم تعطي 1 parameter. فباجي بحكي له تمام، بعطيه مثلا 50 أكبر من صفر. فوين الأكبر من صفر؟ لا اقل من صفر ولا صفر، هاي اكبر من صفر سكسس، يعني لازم يطبع لي 1. يطبع لي ستيتس 1 اللي رجعت، اللي هي لما اشعر عليها في ستيتس بي هاي. لو اعطيته صفر برجع لي 10. ليش؟ لانه اف الارجيومنت تساوي صفر برجع نورمال ايرور اللي هو 10.
لو مثلا سالب 5 برجع ل 12 لانه مثلا نوع مع او يعني فاليو اخرى معينه. تمام، فهي طريقه كيف ممكن اعمل اكسس لكل هاي الشغلات او يعني اعمل فانكشن برجع فاليو بهاي الطريقه. تمام، فهاي هي يعني هاي الفكره. طب لو بدي اسالكم سؤال، لو انا عندي الفانكشن بدي اعمل له بس مش لون بارامتر، يعني مثلا بدي اكس 1 واكس 2 تو بارامترز، شو برايكم كيف ممكن اعمل بس لاكثر من بارامتر جوا الثريد للثريد؟ بس ما هو هون مشكله، باخذش الا واحد، يعني الكرييشن للثريد باخذش الا واحد. حد عنده فكره؟ ممتاز، يحيى. يا اما عن طريق الاري او عن طريق شيء ثاني، في شغله جينيريك 100% اللي هي ستراكت. وانت الاري بتبطل تزبط لما يكون في عندي الارجمنت شيء فلوت وشيء انتجر وشيء سترينج، وبطل يزبط الاري، فبتصير ستراكتي احسن شيء. فضلها ببالكم انه لو بلزمني اكثر من ارجمنت للثريد فوقتها بلزمني اعرف ستراكت فوق واجي اعمل انستنس من هاي ستراكت وعبي محتويات ستراكت، بعدين اعطي الادرس لهاي ستراكت في للفانكشن اللي مستلمه الثريد وبشتغل هاي ستراكت. تمام، في شيء غير هيك يعني، فانتبهوا انه تتعاملوا يا اما مع ستراكت يا اما مع اري، وعاده ستراكت هي جينيريك اكثر لاما بدي اعمل باس لاكثر من فاليو على هاي الثريد. تمام، فهي فكره ثالثه يعني كيف انه ممكن تعملوا اكزيت من ثريد ترجعوا فاليو، وكيف ممكن تمرروا اكثر من فاليو للثريد. طيب بضل شغله واحده بدها شوية تركيز، هاي الشغلة بتحكي لكم انه نفس كود الميوتكس، بس تخيلوا عندي 2 threads thread 1 و thread 2 وانا بدي ابني function ال 2 threads يمشوا فيه، يعني ال 2 threads بدي ينفذوا نفس الفانكشن. جوا الفانكشن بدي لكي طريقة كيف افصل بينهم، يعني وين هاي بتصير انه ال 2 threads تقريبا بدهم يساوي زي بعض، بس اشي بسيط الاختلاف. فيش داعي ان ابني تو فانكشنز وانسخ نفس الكود واغير بشيء بسيط، لا ممكن اربطهم مع نفس الفانكشن واحط في جوا الكود بلاقي طريقه كيف افصل بين هاي التو ثريدز. فهنشوف، حط كرييت، حط دو وان ثينج دو وان ثينج، شايفين نفس الفانكشن اثنين بتنفذ اللي هو هذا، ومرروا له ديفرنت بارامترز ار1 ار2، فاثنين بدهم يبلشوا ينفذوا في هذا الكود. اول سؤال مننا نفكر فيه، شيء زي هاي، شيء زي انتجر كي، هل هتكون شيرد بين تو ثريدز ولا لا؟ حد بتوقع؟ اللوكال فاريبلز اللي جوا الفانكشن، مش اللوكال فاريبلز اللي جوا الهام، لا اللي جوا الفانكشن نفسه اللي بتنفذ، هل هتكون شيرد او لا؟ حد ثاني قادر يحذر؟ طيب عشان نجاوب هذا السؤال، في بس معلومة صغيرة انه بين الثريدز كل شيء شيرد، كل شيء شيرد الا شيء واحد اللي هو ستاك. ستاك اللي هو بيشمل طبعا اللوكال فاريبلز. فالكود نفسه ككود شيرد بينهم، يعني بروح على نفس الكود سيجمنت بنفسه. بس الشيء الوحيد اللي مش شيرد اللي هو ستاك، ستاك هاي بتشمل الفانكشن كولز وال الفانكشن كولز واللوكال فاريبلز. ليش؟ لانه تخيل واحد منهم مثلا بده يروح ينادي فانكشن، فلازم يكون في له ستاك خاص فيه، ما بيزبطش انه يختلط مع منادات الفانكشن من الثريد الثاني. فالفانكشن كولز واللوكال فاريبلز طبعا هم كل واحد لحاله. فعشان هيك كي اللي بنحكي عنه هذا هو كل واحد بيشتغل فيه لحال، فلو عندي فور لوب على كي كل واحد بلف 4 مرات مثلا. طيب وين بتصير المشكله؟ انه لو بدي ما مش بدي الاقي طريقه افصل بين هذول التو فانكشن تو ثريدز، يعني انا في حالتي اذا كان الثريد هو ثريد 1 بدي يجمع ار 3 اللي هي جلوبال فاريبل، واذا عدا ذلك اللي هو يعني اذا ثريد 2 بدي نقص ار 3 اللي هي جلوبال فاريبل. فكيف ممكن افصل بينهم في الكود بما انه نفس الكود، يعني بدهم الاثنين ينفذوا في الكود؟
ففي function اسمه bthread self. bthread self تماما زي اللي في المالتي بروسيسنج كان اسمه get pid. فبترجع لي thread id للcurrent thread، مش هم اثنين بنفذ هون. طب بدي افصل، بدي اعرف افصل بينهم، فرحت حطيت bthread self. هون بحكي لي برجع thread 1 او thread 2. إذا اللي حاليا ماخذ السي بي يو بنفذ ثريد 1 برجع ثريد 1، إذا ثريد 2 برجع ثريد 2، تمام؟ فهم اثنين بيشتغلوا على نفس الكود بس كل واحد لحال يعني، تمام؟ كل واحد ماسك الكود بشكل منفصل. فهيك بقدر اميز ثريد 1 وثريد 2 عن بعض من خلال بي ثريد. فبعدين بحكي بي ثريد ايكوال، بدي اقارن هل ثريد 1 ايكوال ثريد اللي هي تبي ثريد اللي راجع من بي ثريد سيلف. إذا كانت هي نفسها ثريد 1 بدي اجمع، فهي بتعمل عملية الجمع بس ثريد 1. وإذا كانت عدا ذلك، يعني إذا كانت مش إيكوال، معناها أكيد ثريد 2 لأني بس عندي 2 ثريدز في السيستم، فبدي أطرح على R3، تمام؟ يزن لا، الكود نفسه، الكود ككود نفسه، بس الإكسكيوشن ممكن واحد يكون هون في الكود واصل، ممكن الثاني واصل في مكان ثاني، يعني تضمنش شو كيف بنفذ الكود. يعني تخيل عندك صفحة وفي اثنين بيكرهوا في هاي الصفحة، كل واحد بيكره لحاله في نفس الصفحة، بس اثنين بيكرهوا في نفس اللحظة، فيعني ممكن واحد يكون في نص الصفحة ممكن واحد يكون في آخرها، تمام؟ لأنه يزن، لأنه الكود سيجمنت نفسه، بس الانت كي هاي الفاليو تاعتها موجودة في الداتا سيجمنت. فالداتا لكل واحد، يعني الداتا هاي هما بتعاملوا مع نفس الكود، بس الداتا هاي بتكون محطوطة في ستاك، وستاك لكل واحد لحاله، تمام؟ هي تعتبر local variable، فكل واحد فيه ستاك منفصل، تمام؟ تمام، فهي الفكرة. طب هون شفت أنا حاطين ميوتكس بين هاي وهاي، هاي الميوتكس برأيكم ضرورية في هاي الحالة؟ بما أني هاي حاطت في statement، وإذا كان thread 1 نجمع، وإذا كان thread 2 اطرح. مين بتوقع انها ضرورية ومين لا؟ لاني انا حاطط هون if statement، فيا بتتنفذ هاي وبيجمع، يا بتتنفذ هاي وبيطرح. يزن ضرورية ليش؟ بقدر تحكي لنا؟ 100%. فلانهم هم اثنين ماشيين في نفس الكود بس كل واحد لحاله، فممكن اثنين ينفذوا، مش اثنين بدهم ينفذوا هذا الكود، فممكن اثنين ينفذوا هاي، فواحد في نفس اللحظة واحد يروح يجمع، وفي نفس اللحظة واحد يروح يطرح، لأنهم اثنين ماشيين في الكود. يعني تخيلوا زي اثنين بيكرهوا في صفحة كتاب، ممكن بالصدفة في نفس اللحظة اثنين بيكرهوا في نفس السطر. فعشان هيك بدكم تنتبهوا انه حتى لو استخدمتوا bthread self انه هاي shared، فبتظلها مش محمية، فعلى أساس هيك لازم اعمل mutex قبل هاي العملية، تمام؟ حتى قبل bthread self، على أساس انه اخلي واحد واحد يعمل bthread self، تمام؟ في حد عنده مشكلة؟ في حد مش فاهم اشي او عنده استفسار عن اشي؟ فهيك انا يعني باختصار عرفت كيف اعمل ثريد، عرفت كيف امسك هذا الثريد لفانكشن، اخلي هذا الفانكشن يخلص، يشوف شو الفاليو اللي رجعت، يغير على جلوبال فاريبلز، ولو في كانت جلوبال فاريبلز اثنين عمالهم بغيروا عليها في نفس اللحظة، عرفنا كيف ممكن نحمي هاي الجلوبال فاريبلز عن طريق الميوتكس. هاي كل الاشياء اللي ممكن تلزمكم في الثريد. هلا اذا ما عندكم مش استفسار، بدي احكي يعني بدي اناقش معكم فكره ممكن تكون مهمه. عاده يعني بنناقشها نهايه كل لاب بجمع هاي التجربه واللي بعدها. هلا احنا المره اللي فاتت اخذنا السوكت وحكينا كيف نتعامل مع السوكت و و و، هالمره اخذنا الثريدز وكيف نتعامل مع هاي الثريدز. فلو بدكم تسووا يعني زي كومباين بين هذول تو اكسبيرمنتس، ممكن تفكروا بانكم كيف تعملوا مثلا اشي يستخدم الثريدز في جوا السوكتس. يعني مثلا يكون السيرفر بدل ما يخدم كلاينت كلاينت، هالسيرفر يصير يمسك الكلاينت يعمله اكسبت في جوا الثريد، فكل كلاينت يصير مسؤول عنه ثريد معين خاص فيه. فهذا الشيء اللي بتفكروا فيه، انه لو بدي اعمل سوكت بروجرامينج ويكون هالسوكت يستخدم المالتي ثريدنج في عمليه الاكسبت، كيف ممكن تساوي implementation لهذا الكود؟
فممكن هذا يعني الشيء يكون بالنسبه لكم مفيد او يعني كفكره ممكن تكون مفيده في في الامتحانات لاحقا. تمام يا جماعه؟ فبس بفكروا في هاي الفكره. بعرفش اذا في حد عنده اي استفسارات. طيب إذا فيش عندكم أي شيء بس فكروا يعني في هاي الفكرة حطوها على جنب فكروا فيها. هيك خلص بنكون خلصنا. بعرفش إذا التدون أكدها الساعة 8 اليوم. دكتور نأكد إنه التدون اليوم الساعة 8. هلا بنشوف إذا دكتور عزيز معنا ممكن نسأله. إذا كان في تدو فيش داعي على البروسيجر لأنه هيك هيك بدكم تستخدموها. بس يعني ما أعرفش كيف دكتور عزيز يعني شو بدأ يقرر. لو في وقت ثاني مجمع عليه الكل ممكن الدكتور يقبل يعني. يعني مثلا لو بكره على 8 الكل فيش عنده مشكله بتوقع انه الدكتور فيش يعني مش هيعارض. ايهم المشكله الاثنين بيكون صار قريب المتر مش عارف. الفاينل بس انا ما عنديش مشكلة يعني. بس بدنا نشوف دكتور عزيز. انا ما عنديش مشكلة في اي يوم يعني. ماشي هذا. طيب بسأل الدكتور بتأكد منه. بس في حد عنده مشكلة في الاثنين عشان نقدر نحكي للدكتور؟ في حد عنده اي مشكلة في يوم الاثنين على الساعة 8؟ إذا في تدو ثانية مش عارف يعني إذا بتصير مشكلة. يعني إذا في وقت الكل مجمع إنه فيش عنده مشكلة فيه عادي يعني بنقلها للدكتور بتوقع إنه فيش عنده مشكلة. طيب الاثنين في وقت اللاب في حد عنده أي مشكلة؟ اللي هو مثلا الساعة 12. هيك بصير خلاف بتوقع عشان الدكتور يقبل لأن المرة اللي فاتت صار عنده حساسية من هاي الشغلة. هلا مبدئيا إذا مش متفقين على وقت هيكون اليوم يعني. أستاذ هو أساسا إحنا لما ننزل لابات من الساعة 12 للساعة 3 احنا بنفضي حالنا لللاب من الساعة 12 للساعة 3 بهذا الوقت. فلو تدوب هذا الوقت من اساس انا عارف انه عندي لاب. ف مش عارف. وانا دائما كنت مع فكرة انه تدو يكون في وقت اللاب بعد اللاب يعني مثلا ناخذ هذا اللاب مباشرة تبلشوا هلا تدو. انا هيك كان يعني هيك كنت اشتغل. بس لانه كان في ناس تشتغل يعني في شركات فكانوا واخذ شيء بوقت اللاب يكون. يا زين يعني احنا بنحكي لك بدناش نقدمها اليوم عشان عندك تدو فبرضه يعني بدك الاثنين مع بعض يعني